عم يضربه هذا وين واقف نص الشارع؟ نعم ضربه سيد الطريق الكراج كله. ما هو الأفنص هيد لعب زمير؟ هي الأفنص ما صدق قيمت لقانا بوجهه. إذا بتريد بنزل بحكي معه. إيه يعني إيش دقول له؟ لا هذا أقول له خليك بيري خليه زمر بركي يطق له شي عرق. العمى بعيونه إن شاء الله. لك ليه؟ لك مو عارفان مين واقف وراء الأفندي. طول بالك معلمي هذا عبد الجبار مشاكلجي ما بتعرفه؟ مشاكلجي ولك أنا المشاكلجي لك فهمان؟ لك عرب عرب ولك العمى ولك هاي السيارة يدام منه مرقت وهو واقف. طول بالك علي لشوف. شو يا مالك سامع الزمور ولا ما بتعرف مين واقف بفاك؟ شو عمى اب محمود لا تتحركش فيني ها لا تغلط معي عبا فهمك. ايوه ليش مين حضرتك بعدي ما بتعرف مين حضرتي؟ شرف عرفنا. ايه ايش عليه بعرفك. ايش بك عادل؟ ايش بك؟ ما تجيب لي سيرة الأفنص. بعد 25 سنة سواقة بلا شهادة، ولما الحكومة بتعطيني لحكم عليه، بطلع شهادة بتطلع لي هالبشكلة، ولك اجابه الأفنص الله اجابه، بعد 25 سنة اجابه. أنت الحق عليه، يعني ليش عصيت على رقبته؟ يعني ما بتعرف مين اللي ضربك؟ لا. طيب، ما بتعرف أوصافه؟ أو ما شفته بحياتك؟ ما بتذكر. قلت لك أنا مو من حلب أنا من الشام وعم فضل حمولة بالكراج جا واحد خبطني. وأنا كمان مو من حلب. قلي إله شوارب ولا ماله؟ إله لكن. عال كتير مسكنا الخيط. أنو خيط؟ خيط الجريمة طبعاً. ليش الجريمة إلها خيط؟ إيه طبعاً إلها خيط. قلي لشوف طويل ولا قصير؟ الخيط؟ لا طبعا الجاني يلي ضربك يلي خربط لك واجهتك. ايوه ايه شو ايوه؟ لا ما في شيء ما بعرف ما بعرف. لا عادل لك انا بحكي معي الحكي؟ مين ليش واقف بالشارع؟ لك عادل لك انا بين لي مين انت عرف عن حالك؟ لك عادل انا عبد الجبار ابو الصيب بالحكى معي الحكي؟ شفلي شفلي وراك في حدا لي حينا؟ ما في حدا. عادل انت متأكد انه مات؟ يعني هو ارتخى ووقع بعدين لك احكي اشو؟ لا حس ولا نفس. يعني فضي ما صوته؟
وعبد الجبار نزل على الشام؟ علمي علمك، بس ديبو انا شايفه عم بعبوا مازوت من كازية على طريق الشام. نظارات معلمي وين هون؟ هذول تبعت معلمك، وين تبعت السلي وينه؟ يوم نلاقيهم قدام السيارة خيو. يسلموا ايديكم. هات عنك ابو سطيف، ما تعبت من البركة ورا الدركسيون؟ خسارة المساء، أنا أتعبت السواقة ولك عادل، أنا السواقة بدمي. إيه بعرف، بس من وقت ما حطيت الشهادة بجيبتك حرمت علي البركة ورا الدركسيون يا أبو سطيف. صار لي 25 سنة عم بسوق الماكينة أتشاب أتشاب، وكل ما بنصل على بلد بقول لك تعبروك يا عادل ورا التركسيون مشان الشرطة، لأنه أنت معك شهادة. هلا الحالة اختلفت، صار أنا معي شهادة وبدي أسوق على كيفي، بدي أشبع سواقة. لك عادل، أنت ما بتعرف إيش في بيني وبين الماكينة. ولك بيني وبين الماكينة في علاقة، يعني علاقة حب قوية. ايش انا ما في بيني وبين الماكينة علاقة حب قوية؟ ما قلت لك لا، بس حب من طرف واحد. ما عم شوف. طول بالك يا زلمة. وينك يا معلمي؟ بعد وقت يا شباب. هاي معلمي. على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة معلمي. الله يسلمك. طمني شو صار؟ ماشي الحال. يلا شرف الرع السيارة. روح نشوف وين راح عبد الجبار سكانيا. يعني ما شكت عليه؟ لك كان شاب محمود الرفلس ولا انا باخذ حقي بايدي، فهمت؟ فهمت، خذ نظاراتك معلمي. خليني اشوف شو بدنا ناكل اليوم. هلا بنفكر على الطريق تعال حالي. عادل؟ سمعنا يا قصيدتك اللي كنا على طريق سفر ونزلت علينا المطار. ما لغش بك عادل؟ كني لسه زعلان مني؟ عساس انت صاحبي وبتحبني. بعدها انت يا عادل، انت شاعر فهمان ودقيق. يلا لغ، يلا عادل قول قصيدة، قول قصيدة اللي بكسر على الوادي. ها خلص خلص ابو سطيف، ايش بك عصبت؟ خلص اسمع. مثل ما بالك عادل، لازم تسملك شوي. يعني ان شاء الله محسب لي حالك اسمن مني، مثلي مثلك يا ابو سطيف. لك انا كلي عضلات بس انت طاول. هلا انا طاول؟ انا عم بحكي مشان مصلحتك، انت مثل ابني لازم تقوالك شوي. صحيح انا مالي سمين بس انا عصبي قوي، اكبر راس بكسر لك اياه. بعرف انك ابو طيب لك عادل، بس اذا تغذيت بيكون احسن، لازم كل يوم تاكل لك ربع كيلو لحم، لحم غنم. طب لحم دجاج ما بصير؟ لا لا، لحم الغنم احسن شيء، لاني لحم الغنم كله فيتامينات. خيو الغنم غير شكل. الغنم ابو سطيف، الغنم الغنم ابو سطيف، الغنم اغلق عادي لك الغنم ابو سطيف. لقشات لك العمى في اجرك يا ابو سطيف، العمى في اجرك. لك ايش فتحت مسلخ؟ روح روح قبل ما تجي الشرطه، روح. بدنا نلحقه؟ طبعا نلحقه. لك شو بنساوي؟ شو بقى، انا مجرد سؤال سالناك يا سؤال. اخ لك ليه ما خليتني اوقف؟ وين توقف يا ابو الصيف؟ وين توقف؟ يعني ما شفت؟ بجوز يكون في مخفر شرطه يجي يعفطونا. واذا؟ يعني شلون واذا؟ نسيت حالك انك قتلت الافطس وصار اسمك واسمي بكل المخافر؟ كم خروف راح بهالعمليه؟ قلنا لك فتحت مسلخ، الخواريف ما يهمه، بس انا خايف يكون ال لك شو؟ قل لي. لا ما في شيء، بس ال لك انطوها الجوهره عادل احسن ما اجملك وجهك. ها ماشي ماشي،
بس انا عم بقول ليكون الراعي صار له شيء، لاني انا ما طلعت اطراف الماكينه، ما طلعت الا قدامه. ليش كان في معه راعي؟ لكان شلون؟ يعني بحياتك شفت غنم بري بلا راعي؟ بسطت؟ لو كنا وقفناه كنا اسعفناه على القليله. انت مشان الاسعاف لا تخاف، قلنا لك بجوز بهالنقطه في مخفر شرطه قريب انا بتذكره. اذا كان لساته عايش هن بيتصلوا بالاسعاف وبانقذوه. بلخش عم بتقول؟ هذا راعي مو خاروف؟ ما باري. دوس ابو سطيف دوس، هلا الشرطه بتلحقنا. دوس قوم اسكانيا. سليم طلع يمين وشمال شو ببين حدا؟ لا ما في حدا. لك عم بقول لك تطلع يمين شمال احسن ما تطلع انا. دخيلك يا معلمي، انت راقب الطريق، انا رح راقب المنطقه كلياتها. ايه خلي عيونك 10 10 على الطريق. معلمي خليني سوق عنك، شايف جسمك تعبان من المشكله. انا جسمي تعبان انا؟ ولك انا اب محمود العفلس انا اخ. ولي دخيلك معلمي ما تركت تركض شو امزه حالي. هل جسمي تعبان هل سليم الي لشوف شو مناكب الاستراحه؟ طول بالك يا نواف، كلهم كم راس غنم. طول بالك طول بالك. انا مو زعلان على الغنم. يا نواف رح نوصل على المغفر ونكتب ضبط. خلاص طول بالك. الفدا راح الفدا. خلصنا نواف؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سيدي الراعي ما كان يحكي مين اللي دعس الغنم، لسانه ما دار. بعدين ما بدنا نعرف مين بدنا نلحق. طيب طيب روح رتب لي الطريق وخلي السائق ياخذ كم عنصر ويلحق لي الفدا. لك شو عم تحكي يا اخ؟ لك شو عم تقول؟ تفضل الشاب تفضل. اشهد ابو سطيف كني مركب ستوبات. لا دي الله بلا قر، يلا روح سلها روح سلها روح. دي قبل ما يشوفنا حدا. سليم لك شو شايف مثل مو شايف انا؟ وين معلمي؟ لك هاد يا بهيم مو دم هاد؟ ولي دم؟ دم معلمي؟ خواريف مدعوسه؟ اكيد شي راعي مشي الغنمات نص الشارع. هدول الغنمات برات الطريق، معناتها الشوفير هو البهيم طالع لبرات الطريق على البانكيت. معك حق سليم، فعلا الشوفير بهيم. وصيلك كاسة شاي. حاضر سيدي. يا أخ ممكن تحكي مشان نقدر نساعدك؟ فدا لك مين هذا فدا؟ فدا فدا. احترامي سيدي. خير؟ في سيارة شحن واقفة محل حادث سيدي. الكل قطر بسرعة بسرعة. حاضر سيدي. ايه كمل.
يا فادع، يا فادع. يعني عليك يا عادل، ايش النظافة؟ تربيتك عمي ابو سطيف، تربيتك. دي ايش بدك تساوي؟ بدي اقرب الماكينة شوي. دي يلا. شاي كبيرة ولا صغيرة؟ وسط. حاضر. سلام يا ابو سطيف. علي عادي خليهم تنتين. ايه طمني ايش الاخبار؟ لقيت غرفة؟ ما لقيت. والحل؟ على القوتي. لقينا قوتي؟ بركي مسكونة؟ معناها بننام بالماكينة والصبح ربك بفرجها. شفت لك عادي؟ أنا وأنت ما لنا غير هالماكينة، والماكينة ما له غيرنا، سوا ولا لا؟ سوا. وين الشاي؟ شو يا أخ؟ ما بدك تحكي؟ آه يا فادع، يا فادع. لك مين وهذا الفادع؟ مين؟ الكلب، الكلب فادع. نطق، نطق، أخيراً نطق، شرط المحضر، بسرعة سجل. احكي لنا هلا يا نواف ملابسات الحدس. ملابس شنو؟ ملابسات يا نواف، يعني كيف صار الحادث. هلا انت مرتاح هيك يا اخي؟ مرتاح؟ ليش ما بتقعد فوق؟ طالع فوق، طالع فوق. يا سيدي انا ما اقدر ارتاح فوق، انا ما ارتاح غير بالقع. ماشي، هات لنشوف كيف صار الحادث يا نواف، يعني كيف اندعسوا الغنمات. كنا ماشيين يا سيدي. انت ومين؟ انا والغنم يا سيدي. وبعدين؟ وقام صاح يا سيدي. مين هاد اللي صاح يا نواف؟ الفيدا. لك مين هاد الفيدا؟ الكلب، الكلب الفيدا. صحيح صحيح صحيح، كلب. وبعدين؟ صاح وصار يطلع ناحي الزفت وما اشوف الا وسيارة شحن. سيارته شحن سيدي. حلو، كمل يا نواف، امسكنا راس الخيط. كمان خيط؟ مصيد؟ بلا ضج إذا سمحتوا. كمل يا نواف. إي، وما أشوف إلا وسيارة شحن، صارت تفرم بالغنم اللي كان شارد على الزفت. طول بالك يا أخ نواف، طول بالك. أنا مو زعلان على الغنم، مو زعلان على الغنم. أنا زعلان على الكلب الفيضة. عشرة عمر، عشرة عمر يا سيدي. ديوم عادل ومسكر المطبخ خلينا ننام، والصبح لو تروح تلاقي لنا غرفة نستأجرها ونتقاوى فيها. ماشي، فولفو. صباح الخير. يا بخير. السيارة الشاحنة طبعا، شو هي أقوالك؟ يا سيدي هم اللي ضربوا الغنم، هم اللي ضربوا الغنم.
لك شو عم تحكي انت؟ في ألف سيارة مثل هاي؟ اه؟ إذا سمحت بلا ضجي، خلينا نقوم بأداء واجبنا. إيه يا أخ نواف؟ هاي كلمتك النهائية؟ يا سيدي، أنا ما أريد أحطهم برقبتي، لكن عطني مهلة الباكر الصبح وأنا أقول لك على الصحيح ولا لا. شو يعني؟ بدنا نستنى هون الصبح؟ اه؟ يا ترى شو بدنا يطعمونا؟ ايش عم تسوي؟ ايش عم تسوي؟ لا خش في عادي ايش عم تسوي؟ لا خش في من وراء ما في شيء ما في شيء يا ابو الصيف شوفت حرامي شوفت حرامي بس تعال شوف لك تعال شوف مين بعتك ولك؟ ما حدا دخيلك ما حدا اتركني دخيل الله ولك اعترف ولك اعترف مين بعتك؟ لحظة لحظة شوف ايش في بهالكيس بروك لا شوف بروك بروك لا شوف لك بروك بروك لا شوف بروك بروك خلص بروك ابو الصيف مرايات نعم ما يضربك مرايات ولك للشوفيريه يعملوا حوادث ولك حرامي ووجي ووجي ولك شوف ايش في كمان ابو الصيف خلص دخيلك ما بعيدها انت اتركني دخيل الله ولا شوف نعم ابو الصيف قل لي ايش رايك اعلق لك اياه هيك على الذنب على الطريق لمن فوق هيك واجرمش لك اياه مشان شو يصير عبره لمن يعتبر لا لا عادل يلا عيفوا يلا هناك لا تعيدها ها ليه استلم ابو الصيف يلا لا شوف يلا العمى في عينه العمى لا تواخذونا يا جماعة لو الشغلة بإيدي كنت خليتكم تروحوا لأنه إحساسي بيقول لي ما لكم أي علاقة بالحادث تسلم بس مو هيك سيارتنا شفتوا عليها آثار هذا الشيء شفناها يا سيدي شفناها وما في عليها أي أثر بالحادث بس لازم نواف يكون متأكد لحتى نخلي سبيلكم شو هالحكي؟ شو نحن تحت أمره؟ ولا حرفة بس
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. كيفك يا نواف؟ حمد لله. إيه شو صار معه؟ خلاص كل شيء انتهى. لكن امشي معي على المقفر مشان تقول له للمساعد إذا كانوا هنن أو لا. إيه نوف خلي شوية الغنم يا نوف. يلا تفضل. عادل عادل حرامي راعي الغنم الشرطة. ايش في يا ابو سطيف؟ ايش في؟ عادل ملاقي لنا شي غرفة ننام فيها احسن ما ننام بالماكينة، لان مبلالنا شي بلوة مثل بلوة مبارعة. بدنا نفطر الاول. اللهم انت لاقي غرفة وبعدها بنفكر بالفطور. فولفو اسمعني زين يا سيدي، أني فكرت وتمحصت وهذا هم قدامي واتطلع بيهم واحد واحد، هذا شايفه بعيني هاي وهذا شايفه بعيني هاي، طلعوا يا سيدي مهمة. لكن خلينا نمشي سيدنا. نواف انت متأكد انه مو هني؟ هي يا سيدي أني متوكد انه مو هم. ماشي اذا كان هيك بامكانك تمشي. شكرا يا سيدنا، السلام عليكم. هم يا سيدي هم يا سيدي اللي كانوا لابسين نظارات سود. سلامي علي عادل. جبت الناكل؟ اخ ما جبت شي، لما رحت اجيب كانت محلات الساندويش لسه ما فتحت، قلت لحالي بدور على غرفه وبعدين ببقى بجيب. والله بكونوا فتحوا؟ ايه بتكون فتحت هلا. طيب روح جيب لنا 6 سندويشات خروف. خروف؟ بالشام ما في خروف. طيب جيب لنا 3 سندويشات توشكا و3 ماريا. ايه وبالشام لا في توشكا ولا ماريا. لك ايش في بالشام لكان؟ ايش رايك بنخاعات؟ نعني زواز؟ ايه بكونوا معفنين. طيب لسينات؟ ما بنطفون منيح. شاورما؟ ما بتعرف ايش اللحمة اللي عم تاكلها. طب ايش رأيك بالفلافل؟ ايوه فلافل. فولفو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. نواف المساعد أبو ياسر بده إياك، تفضل معي. أنت والمساعد على راسي. يلا. خلي ثاني يا نوف. لحظة إلي يا دول مولا. شو قدمك؟ 30 ليرة. هاي 30. تسلم وديك. سلامي. الله معك يا هلا. أمور عم بمشوا بدا؟ زبدي اختي على عيني. طيب يا نواف طيب، ممكن تكمل؟ إي مثل ما قلت لك يا سيدي، فرم الغنم وبعدين ضرب الجنب. هالحكي بنعرفه يا نواف، بنعرفه، غيره في شي جديد؟ أخ يا فيضة، راح فيضة. لك مين هذا فيضة؟ مين؟ الكلب شبنا. الكلب. صحيح صحيح. وبعدين يا نواف؟ يا سيدي وبعدين هرب سواق الشاحنة هو اللي كان معنا،
وجنب اولاد الحلال وشالم الغنم من على الطريق وجابوا لي الهان لاجل اشتكي. الحكي بنعرفه يا نواف، بنعرفه لك صار عايده 20 مرة، ما هيك؟ يا نواف بدنا نعرف شيء جديد، مثلا يعني مثلا ما قدرت تاخذ رقم الشاحنه؟ يا سيدي هي إلها رقم؟ طبعا إلها رقم يا نواف. والله يا سيدي يومها ما قدرت اشوف قدامي، ما قدرت اشوف غير الكلب وهو. طول بالك اخي نواف، طول بالك. تذكرت يا سيدي، تذكرت السياره اللي جانوا بيها الكبيره يا سيدي. بنعرف يا نواف، بنعرف. وبعدين ما بنخلص القصه، نحن شو ذنبنا سيدي؟ صدقني ما بقدر خليك تروح لحتى يتاكد نواف انه حضرتك بريء. نواف يا اخ نواف، بدي اياك تتاكد من هدول الشخصين، هني ولا مو هني؟ يا سيدي يعني خلنا افكر، لكن انا ما اعرف افكر غير بالفلا بالبريه. ماشي يا نواف، فكر على قله من مالك، على راحتك. شو يعني برنامج فكر وربا؟ إيه ما عنا وقت سيدنا؟ ما بيطلع بإيدي شي يا شباب، صدقوني. إيه يا أخ نواف؟ لإمتى بدك مهل التفكير؟ باكر يا سيدي، باكر الصبح حنطيك الخبر اليدي. تكل على الله يا نواف، بس ما تتأخر علي الصبح، ها؟ عم نستناك. حاضر يا مع السلامة، تفضل. أخ يا أخباري، أخباري. أسلم عليكم. عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته. كمان الليلة نضل هون؟ أبو سطيف وينك؟ لقا ويني يعني هون بيرك، وين بدي أروح؟ طب ايش برك هون؟ ما قلت بيرك هني؟ لقا مو شايف الشمس قبلي؟ يلا، يا الفلافل. حطيت لها طحينة؟ هي خليته يكتر لها طحينة. كون ما بتاكل معي بلا طحينة ها؟ مكتر لها طحينة، ايش بك؟ عادي شو؟ رو دورنا على غرفة. ماشي فوق. بستناك بالقهوة. على راسي وجهك. عادل. شو؟ كسرهم بالسعر ها؟ فولفو. شو بكم خايفين؟ الغرفة ما عادت لعيده. شو مطولة باسمه؟ أخي ما بدي إياها. بيقول لك المطر بعيد عن الشر وغني له. حاول أحلى فنجان قهوة وتفضل. يسلموا. يا أهلين وسهلين، شرفت. تفضل معلم. طيب الزبون بالاول. لا على راسي تكرم عيني، تفضل يا اخ. شو طلبك يا اخ؟ لك انت شوف شغلك. تفضل معلم. رم وشي. مور اخي، شو طلبك؟ لا يغمر عليك ظالم، بدي اسالك، عجب في غرفه للاجار؟ حضرتك من حلب؟ لا من المانيا، في غرفه ولا ما في غرفه؟ في اخي في. شو اخي؟ بدك الغرفه لما لا؟ يستر عرضك، شوف لي غيرها. ما في غيرها، في شقة؟ طيب خاطرك لك ها. مع السلامة. ايه يا اخي، ومين بده يسكن بالغرفة؟ انا وعبد الجبار ابو سطيف. ومين هو هذا عبد الجبار؟ معلمي وتاج راسي. ليش شو بتشتغلوا؟ شوفيرية، بس شحن وتكاسي. ايه على راسي، عندي غرفة على طلبك، تختين، مطبخ مشترك، حمام، تواليت مشترك، وجار واحد بس. فولفو يعني مشي. ايه تفضل لارجيك اياها. عمار؟ نعم علي. انتبه على الدكان، لا تقطع تليفون. حتى لو رن؟ بلا فزلك. ايه حتى لو رن. ايه على عيني. شلوي. شلوي في الحارة. ايه ما بصح لك بالشام كلها هيك ناس وهيك جيران. لك يا اخي الجار قبل الدار بعرفه. مرحبا ليلى. ايه معمو تفضل. وين امك؟ فوق عم تشتغل. فودي نادي لها وقولي لها جبت لها مستاجر جديد. يلا تفضل اخي. ماما ماما شايفك قاعدة مع أحلاها؟ فولفو
بس موديل قديم. ايه بس ما في احلى من البيوت القديمه يا اخي عادل. يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين، شرفتوا. اهلين مدام شفيقه، هذا الاخ عادل بده يستاجر الغرفه هو ومعلمه عبد الجبار. يا اهلين وسهلين، تفضلوا تفضلوا شوفوا الغرفه. تفضل تفضل اخي عادل تفضل. تفضلوا تفضلوا يا جماعه. صدقني من وقت ما انحبس عيده ما فتحناها. ومين قال عيده؟ المستاجر القديم ترك الغرفه وراح، ومدام شفيقه ما كان بدها تاجر الغرفه مره ثانيه. كأني سمعت انه انحبس، يعني ايش كان اسمه؟ عيدو. وليش انحبس؟ يعني عفس حدا بالسيارة؟ عيدو ما عنده سيارة. لكن شلون انحبس؟ ايش قلت لي اسمه؟ عيدو. اتخانق مع جماعة بالشارع. وقتل حدا؟ لا، بس شطب له شي خمسة. إذا هيك جنحة. ايش قلت لي اسمه؟ عيدو. شو غيرت رأيك أخي عادل؟ شوف، بالنسبة لعيدو ما عنده علاقة بالغرفة بنوب. خسا، أنا ما بغير رأيي طاول. ما قلتوا ليش قد بدكم بالشهر؟ فولفو وهي الف ورقه، وبس يجي ابو سطيف بعطيكي الغلاقه. الله يسلم الايدين. وانت ابو رياض شقد بدك تعبتك؟ انا ما بدي شيء من القبضايات اللي مثلكم، ما بناخذ شيء. تفضلوا لكان تفضل. هذا هو؟ لك ايه هو، ليش شايفه غيره؟ انا ساقع بالكثير، بجيب ابو سطيف وبجيب. ايه على راحتك، على فكره هي غرفة جاركم الأستاذ جمعة جمعة، شاعر ومحترم. إذا شاعر ومحترم معلش. إيه بخاطرك مدام شفيقة؟ يا أهلين وسهلين، شرفتوا. كتر خيرك أبو رياض. وخيري. الله معكم، مع السلامة. تفضل قدامي. تفضل قدامي يا اخي عادل. تفضل تفضل. شايفك من هون. مرحبا ابو رياض. اهلين استاذ جمعه، هذا الاخ عادل جارك جديد بغرفه عيده الاستاذ جمعه، شاعر على كيفك. تشرفنا. تشرفنا بمعرفتك. السلام عليكم. مع السلامه. زين مع السلامه. شفتوا قديش اكابر؟ ايه بينتوا اكابر. ايش كان اسمه؟ عيده؟ لا هذا الشاعر. الاستاذ جمعة جمعة جمعة. تفضل قدامي تفضل. شريف. مسكتوا لعبد الجبار سكان يا اخ، تعرف شو مسوي فيه؟ شو بتساوي مع المين؟ شو مسوي فيه؟ ابعمل له كباب. شو كباب؟ يعني الحلال افرمه مثل البسطرمه. اخ يا ليل اشوف، يا ترى شو بدنا ناكل اليوم؟ مع المين شوف هدول اللي عم ياكلوا. كيني ألف مرة قلت لك خليكي بدراستك وبس، أحسن ما تطلعي مثل أخوكي، لا شغلة ولا عملة. عم ندرس. شو ما رجع أحمد ولا رح يرجع؟ حردان؟ ما بعرف، لو نعرف شو بده كنا شفنا له حل، بس ما بنعرف. إيه هي حنا وعشرة آلاف، حنا وعشرة آلاف زلمة هجمنا على واوي
والحمد لله كان كان نايم وهب الهواء وهب الهواء وحرك ذيله الواوي وحنا ال10,000 جيناكم بالجول هزايم. الله عليك الله عليك نواف. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. ايه نواف صار معك شيء؟ ما قلنا لكم الباكر صار تحقيقين اليوم خلاص يكفي. ماشي ماشي نحن عم نستناك فكر منيح. ها اي السلام عليكم. مع سلامة الله. ايه يا نواف وقت اللعب راح وهسع وقت الجد. هم مو هم هم مو هم هم مو هم هم اي هم. معناه طلعتوا قريبة. اذا تشطيب نعني جنحة. وش بدي اعمل اذا طلع؟ تذكرني ايش كان اسمه؟ ايدو. يعمل ايش ما بده يعمل؟ تكون غيرت رايك ابو سطيف؟ بدي اغير رايي مشان قال ايش كان اسمه؟ ايدو ايدو. بمعنى جيران؟ ايه معنى صاحبة البيت وابوها واولادها الجوز. ايوه. وبالغرفة اللي جنبنا في شاعر اسمه جمعة جمعة. نعني جمعة دبل جير. عجب شعره أكواس اللي شعره قاعدين. ما بعرف دي اسمها وحكو. ايوه ذكرني ايش كان اسمه هذا؟ عيدو. ليكون لهم علاقة بعيدو يا أحمد ديري بالك. ها لا أيو بالعكس أبضايات وشهمين. ما شفت معاونو على الطريق شكله هالشكل؟ معاونو؟ ليش هو شو بيشتغل؟ شوفير شحن. ذكرني بالمرحوم ابو احمد كان حابب يتعلم السواقه بس الله ما طول بعمره. الله يرحمك يا ابو احمد. رحمه الله عليه. بتصدق يا ام احمد لو كنت بعرفه كنت كتبت فيه قصيده رثاء غير شكل بس ما له نصيب. انت متاكده انه ما لهم علاقه بعيده؟ هلا بيجوا بتشوفهم بعينك. اكتر خيرهم اللي رضيوا بهالغرفه. أبضايات لا بهمهم عيده ولا غير عيده. حتى ابو رياض ما قبل ياخذ تعبه دلالته منه. ليش؟ قالوا للمعاون عادل الأبضايات اللي مثلكم ما بناخذ منهم تعبتنا. تفضل جدو. بونجور مسيو فوندردي. سمع شو هالاسم هذا اللي طالعتي لي فيه؟ تفضل. فوندردي بالفرنسي يعني جمعة. اسمها بالمناسبة ما دمتي شاطرة بالترجمة لهالدرجة شو رأيك تترجمي لي شعري للفرنساوي؟ بيقروه ايه لأنه العلاقات بيننا وبين فرنسا صارت منيحة. صرنا صحبة كثير. فعلا مها شعره للأستاذ جمعة بياخذ العقل. تفضل تفضل. يسلموا. تفضل اخي عادل. بالسلامه يا عمار.
لا معلم. فوت استناني بالمحل. يلا. شرف ابو سطيف. شرفك يا عادل. تفضل. يلا يا رب. اهلا وسهلا بالشباب. اي والله. شفتي لي شو جبان هالفندردي؟ لا تحكي عنه هيك، بتعرفيني بزعل. ما تحكي عنه هيك، ايه ما شفتي شو عم يقول؟ ليكون لهم علاقة بعيده. أكيد ما بيعرفوا لعيده. ايه أصلاً عيده كان موته من الرعبة. لا مو هيك القصة. لكن شو؟ هذا عيده قرايبه لخميس شنينة. مين هذا خميس شنينة؟ أيوه خميس شنينة، هذا مراقب الدوام بمدرسته لجمعة. وهو اللي وزر عيده مشان يخربط له الأمسية الشعرية لجمعة السنة الماضية. كيف بقى؟ هذا قبل الأمسية بيوم واحد بس إجا وضربه بس على غفلة. ها وجمعة بعد هيك ضل أسبوع بالفرشة. بقى كيف بدك إياه يروح على الأمسية الشعرية؟ ليش ما اشتكى عليه؟ رحنا قلنا له يشتكي بس هو بصراحة كان خاير، مو لأنه جبان لا، بس هو ما بحب المشاكل. ها شو عم تبربري أنت وياها؟ سمعونا؟ ولا شي. اخي ابو سطيف هذا هو البيت. ايوه مرحبا ابو حميد. اهلين خير يا طيب. شو شايفك عم تمسخر علي؟ لك عم نمزح ولا المزح ممنوع كمان؟ لا مو ممنوع بس انا الحق علي اللي عم دور عليك. هلا اعطيني من الاخر وقول لي شو بدك احسن ما ابتلي فيك. ها يا حبيبي شرف ابتلي فيني لشوف. شو صار لك انسان ترد يا مغضوب؟ هلا انا المغضوب ولا انت؟ تارك امك واختك عم تتفتل بالشوارع خاطرك. شو قصده؟ لا اعطينا قزوزه ثانيه. ليلى بنتي مها رفيقتها بنته لابو رياض مثل بنتي واعز. الله يخليك يا مدام شفيقه. الست ام احمد صاحبه البيت، الاخ ابو محمد والدها، الاستاذ جمعه جاركم. تشرفنا. لمعلم عبد الجبار ابو سطيف. تشرفنا. يا اهلين وسهلين ابو سطيف. اهلين اختي ام احمد. هذا عادل معاوني، شاب مرتب وابن طابق يعني فهمان. وانا عبد الجبار اسكانيا ابو سطيف، 20 سنه سواقه بلا شهاده لاني الحكومه ما بتعطيني لا حكم عليه، بس الحمد لله يا شباب جرائم نشحه، نشله، سرقه، نط على الحيطان ما في. قتل؟ محاولات.